نشكر أول شيء حضرة صاحب السمو أمير البلاد على دوره المتميز في قيام دورة بطولة الخليج التي جمعت الأشقاء بكل محبة ومودة وتقدير، ونتمنى من الله العلي القدير أن يتطور لعب منتخب الكويت للأفضل والأحسن، ونقول حق اللعيبة يعطيكم العافية ما قصرتوا خلال العشرة أيام هذه الفترة البسيطة، تم إنجاز شيء كبير، ونتمنى في البطولات القادمة أن نرى شيء أكبر من اللي شفناه في البطولة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن نوحد الصفوف الخليجية تحت راية حكامنا الله يحفظهم ويطول بأعمارهم. طبعا نقول الله يعطيهم العافية ما قصروا، اللي قدروا عليه سووه، ونعذرهم، لكن نقول لهم يعني أن شدوا حيلكم قدام، الحمد لله نرفع الإيقاف، ماكو عذر الحين. أول شيء هني وبارك حق منتخب الكويت إنه شالوا الإيقاف عنه، وثاني شيء حظ أوفر حق المنتخب إنه ما حالف الحظ وتأهل وقدم تقديم طيب، وللأمانة يشكر عليه، والجايات إن شاء الله أفضل، والحمد لله على كل حال، وعسى الله يوفق الجميع يا رب العالمين.